لازم أني يعني إذا أطلع بالإعلام ويا شخص لازم يكون مرتقي يعني مثل جنابك الكريم ومثل اللي صورت وياهم. أنا مقل بسبب الأشياء اللي دا أشوفها باللقاءاتك وناس ظهرت جديد على الإعلام ما تمتلك الإمكانية بالتحدث ويا الضيف ويستعملون ويا أساليب مستفزة إلى درجة وناهيك عن الألفاظ السوقية ولهذا ما علما أنت تطلب يعني تليفونك ما يسكت أيضا من أكيد بعض أكيد أكيد أنا هو يعني ما أريد أشخص لكنه تعرف يعني واحد عيب يقولها همين بس يعني أكو وجوه إعلامية شوهت سمعة العراق بالإعلام شوهت للأسف يعني ما شخص وإنما يعني راح يتكلمون عليهم نفسهم اللي بمجالنا الإعلامي هم نفسهم بالوسط الفني أكو أيضا دخلاء أكيد أكيد أنت بيك ميزة تفتهم يعني أنت من توجه لي سؤال أنت الإجابة عندك إياها موجودة لأن أنت واصل مرحلة من الرقي أنت فايت يعني أنت عبرت شط كامل وصلت اللي تريده فيا ريت انه نوصي على جماعتنا الاعلاميين اللي يسوون لقاءات ويا مو شرط مطرب او موسيقي او فنان او أي ممثلكم نعم يكون عنده رقي بالكلام ويختار مواضيع يستفاد من عندها لان اكو ناس ده تشاهد صح يعني اكو ناس بكافه الاعمار هسه هذه الاعمار الموجوده اللي من 15 ل 25 متابع دائما للسوشيال ميديا